طيب تعالوا نتعرف على حالة الطقس زي ما الميس أليس بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. إن شاء الله هيكون لطيف كمان على السواحل الشمالية، وهناخد بالتفصيل درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية، ودايما بنبدأ بالعاصمة المصرية القاهرة العظمى 37، الصغرى 24، اسكندرية 30، 21، بالنسبة للإسماعيلية فهي أدفى 36، 20، الدقهلية 35، 22، والغردقة 36، 25. الصيف خلاص ابتدى، والمنيا 37، 24. بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية فدائما بنبدأ بالرياض، والعظمى هناك 42، الصغرى 27، أبو ظبي 35، 28، أنقرة 32، 16، لندن 19، 12، واشنطن 29، 15، أما بكين 32، 19.